رجل الكل من صنع غيره، هذا من صنع نيوزيلندا وهذا من صنع النمسا وهذا من صنع أمريكا وهذه من صنع سويسرا وحذائي من صنع إيطاليا ولباسي صوف جاي من بريطانيا. لا نملك شيئا في حياتنا يا إخواني، ليش ترفعون أيديكم في الصلاة وتقول اللهم أنصر الإسلام والمسلمين؟ ينصركم على من؟ على من تنتصرون؟ ليش يكون النصر بالجهلة؟ 30% من المسلمين لا يقرؤون ولا يكتبون، ما في جامعة في العالم نعتز بأنها جامعة تخرج العقول والإطارات التي تسير الدنيا. نحن أمة لا نقرأ ولا يكتب، أنتم في يوم جمعة اليوم ويوم رأس السنة الميلادية، هل فيكم واحد قرأ كتابا؟ اسمحوا لي، لا نقرأ ولا نعلم زوجاتنا أن تقرأ ولا أبناءنا يقرؤون. العربي يقرأ 0.79 كتابا في السنة، 3/4 كتاب، والياباني يقرأ 80 كتابا في السنة. كيف أكون أنا مثل الياباني؟ كيف أكون أنا مثل الأمريكي الأصل الذي تعلم أن يقرأ وتعلم أن يخطط وتعلم أن يباشر حياته بالدقة، بينما نحن نعيش بالعشوائية، أمة تعيش بالعواطف. ولذلك إن كنتم تريدون أن تتابعوا مسيرة النبي فعليكم اتباع نهج النبي. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال كل يوم تطلع عليه الشمس لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فلا بورك لي في مطلع شمس ذلك اليوم. نحن الأمة التي لا تأخذ بأسباب العزة، وأسباب العزة تقتضي منا أن نصنع عقولا. اصنعوا يا ناس عقول وخلوا العواطف تسير كما هي. أين عقولنا؟ أين السببية؟ أين العقل الناقد؟ أين المنهج التربوي الصحيح؟ نحن الأمة يجب أن